السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنبدأ مع بعض شرح منهج سنة 6 ابتدائي الترم الأول 2025 من كتاب المعاصر. هننزل الشرح بالكامل وحل التدريبات وأهم الامتحانات، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض شرح منهج سنة 6 ابتدائي الترم الأول First Term 2025. المنهج مكون من 6 وحدات. أول 3 وحدات تحت موضوع ما يسمى I discover myself، أكتشف نفسي. I discover myself. نبدأ مع بعض Unit 1. الوحدة الأولى Green Cities، مدن خضراء. Green Cities. Unit 1 Green Cities. دي محتويات اليونت. طبعا جرين سيتيز مدن بها مساحات خضراء. جرين ليها كذا معنى، لو جت مع كلمة انرجي تبقى جرين انرجي طاقة نظيفة، لو جت مثلا مع جرين دريس فستان لونه اخضر، لكن هنا قصده مدن بها مساحات خضراء. جرين سيتيز. بيج 17 صفحة 17 وبداية المنهج. ليسون 1 الدرس الاول. وي وورك نحن نعمل. In the community garden في الحديقة المجتمعية. هنعرف يعني ايه النهاردة الحديقة المجتمعية. وي نحن وده الفاعل جاي ضمير. Work يعني نعمل، ده الفيرب الفعل، فاعل فعل. ثم in the community garden في الحديقة المجتمعية. Vocabulary كلمات، الكلمات مهمة ولازم نحفظها. كيف vocabulary كلمات مفتاحية. Apartment block، apartment block يعني عمارة سكنية. Apartment لوحديها بمعنى شقة. طيب apartment block عمارة سكنية. chemicals 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 مواد كيميائية. chemicals. natural fertilizer يعني سماد طبيعي. natural fertilizer سماد طبيعي. يبقى apartment block chemicals natural fertilizer. roof roof سطح. roof سطح. harvest يحصد أو يجمع المحصول. harvest harvest harvest. extra vocabulary كلمات إضافية. إحنا بنحفظ الكلمات نقسمها المقاطع نغنيها نكتبها لغاية ما نحفظها. community garden garden حديقة. طب community مجتمع. طيب community garden حديقة مجتمعية. fresh fresh طازج fresh. green space مساحة خضراء. green space. volunteer volunteer تيجي بمعنى يتطوع كفعل، وتيجي بمعنى متطوع كاسم كنون. يعني كلمة ممكن يكون ليها كذا استخدام. volunteer لو work with no money يعمل بدون مقابل أو بدون مال. organic عضوي. organic في طعام عضوي لا يحتوي على أسمدة كيميائية. organic. market سوق. market. peppers peppers فلفل. health 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 صحة. vegetables vegetables خضروات. vegetables. aunt تيجي بمعنى عمة أو خالة. aunt. area منطقة أو مساحة. neighborhood neighbor لوحديها يعني جار. طب neighborhood حي أو منطقة مجاورة. local محلي. lettuce خس. lettuce. plant تيجي بمعنى يزرع كverb فعل، وتيجي noun اسم بمعنى نبات. بلانت. ليمونز ليمون. ديتس تمر او بلح. اونيونز بصل. توميتوز طماطم. توميتوز طماطم. بلكوني بلكونة بلكوني. did you know يعني هل كنت تعلم. هنا معلومة urban greening. يعني ايه urban greening؟ يعني التخضير الحضري. ده بيبدأوا يزرعوا مناطق في المدن اسمه التخضير الحضري. is an important part of town هو جزء مهم جدا. planning town planning في تخطيط المدينة. in many countries في الكثير من الدول بدأوا يحطوا جزء في المدينة في كثير من الدول. الجزء ده بيعملوه ايه يا ترى؟ it means معناه creating areas خلق او انشاء مناطق. of plants من النباتات and trees والأشجار in cities في المدن. this can be small parks ممكن تكون حدائق صغيرة. between buildings
بين المباني. Or gardens أو حدائق. On people's roofs على أسطح المنازل اللي بيعيش فيها الناس، يعني إما في الشوارع في أماكن. طب لو ما فيش أماكن والمدن مزدحمة، فوق الأسطح. فوق إيه؟ الأسطح. بيج 18 صفحة 18. Conjugation of verbs تصريف الأفعال. في regular verbs أفعال منتظمة، وفي irregular verbs أفعال غير منتظمة أو شاذة. الأفعال المنتظمة عشان أحولها من present الباست من المضارع الماضي بحط لها مقطع ثابت. لو أخرها إيه بحط لها دي، يا إما بحط لها إي دي، أو لو واي قبليه حرف سكن بحوله لأي إي دي. produce ينتج، produced أنتج، يعني بجيب الماضي منها. التصريف التاني need يحتاج، needed احتاج. plant يزرع كverb كفعل، planted زرع. طيب الأفعال الغير منتظمة احفظها زي ما هي، ملهاش قاعدة ثابتة. grow يزرع، grew زرع. sell يبيع، sold باع. meet يقابل، met قابل. هنا جايب لي important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر مهمة نحفظ مع بعض. on the roof of على سطح، نحفظ حروف الجر. اقول on the roof of. good for جيد لي او مناسب لي. اقول milk is good for me، اللبن كويس ليا يعني. good for، good for. في good at بمعنى جيد فيه، زي مثلا احمد is good at English، احمد كويس في الانجليزي. وفي good to طيب مع، مع اشخاص. لكن good for جيد لي. in the middle of في منتصف. on Friday afternoons في اوقات الظهيرة ايام الجمعة. يبقى on ايام اسبوع، on ايام اسبوع، on ايام اسبوع. that's interesting هذا ممتع، حاجة تعجبني. اقول that's interesting. all the time طوال الوقت، all the time. that's not all ده مش كل حاجة، هذا ليس كل شيء. that's not all. from one square meter من مساحة متر مربع واحد. from one square meter. make friends يكون صداقات، يبقى friends بيجي معها make. make friends يكون صداقات. come from يأتي من. it sounds great يبدو رائع، يبدو رائع. main points on listening and reading tickets نقاط هامة على نصوص الاستماع والقراءة. جيب لي الموضوع community garden الحديقة المجتمعية، guiding words كلمات إرشادية، وبيحطها لي في جمل بتساعدني بعد كده ازاي اكتب الباراجراف. garden حديقة with بس مكان او مساحة، فاقول the community garden الحديقة المجتمعية is a big green space هي مكان اخضر كبير. grow يعني يزرع، و fresh food طعام طازة. people can grow يستطيع الناس ان يزرعوا their own fresh food طعامهم الطازة. in the community garden في الحديقة المجتمعية. clean ينظف او نظيف، و air هواء. the community garden الحديقة المجتمعية helps بتساعد to clean the air ان هي تنظف الهواء. in the city في المدينة. بليس مكان، وفريندس أصدقاء. the community garden الحديقة المجتمعية is a good place هي مكان جيد to make new friends عشان نكون صداقات جديدة. vegetables خضروات. neighborhood يعني منطقة مجاورة. volunteers متطوعون. neighborhood منطقة مجاورة. many volunteers الكثير من المتطوعين. from the neighborhood من المنطقة المجاورة. work on the community roof garden بيشتغلوا ايه على الحديقة، حديقة المنزل اللي هي العلوية بمعنى اصح، دي بتبقى حديقة فوق السطح. plant يزرع، lettuce خاص. زي plant tomatoes بيزرعوا الطماطم. peppers الفلفل. onions البصل. and lettuce والخس. in the community garden في الحديقة المجتمعية. choose اختار. farmers نقط a lot of crops every year الفلاحون اقول harvest بيحصدوا او بيجمعوا الكثير من المحاصيل كل سنة. we grow nice flowers بنزرع ورود جميلة. on the نقط of our apartment block on the roof على سطح عمارتنا السكنية. page 19 صفحة 19. she helps in a local school هي بتساعد في local school في مدرسة محلية. as a نقط 3 days a week as a volunteer كمتطوعة 3 ايام في الاسبوع. نقط is good for the soil مين اللي جيد للتربة اكيد natural fertilizer الاسمدة الطبيعية. the community garden الحديقة المجتمعية is a great
بليس مكان رائع تو نقط نيو فريندز بتيجي معاها ميك عشان نكون صداقات جديده. listening and reading استمع وقراءه. listen and read استمع واقرأ. where does مريم go on Fridays اين تذهب مريم ايام الجمعه. نسمع وبعد كده نقرا كذا مره نعرف تكوين الجمله وشكل الجمله وعلامات الترقيم. where يعني اين. where does مريم go on Fridays. نسمع مع بعض. no school tomorrow مفيش مدرسه بكره. do you want to come to my house هل تريد ان تاتي الى منزلي. قالت لها thanks نور شكرا يا نور. but I always help my aunt انا دايما بساعد عمتي. on Friday afternoons ايام الظهيرة او ايام الجمعة وقت الظهيرة. at the community garden في الحديقة المجتمعية. فزميلتها قالت لها the community garden الحديقة المجتمعية what's that ايه دي ماذا تكون. هتبدأ تعرفها it's a big green space هي مساحة خضراء كبيرة. on the roof على سطح of my aunt Selma's apartment على سطح عمارة عمتي سلمى. بلوك ابارتمنت بلوك عمارة. the people who work there الناس اللي شغالين هناك are all volunteers كلهم متطوعين. from the neighborhood من المنطقة المجاورة. we grow vegetables بنزرع خضروات. to eat عشان ناكلها. and sometimes واحيانا we sell them بنبيعوها in the market في السوق. to ايضا to ايضا لا that's interesting هذا شيق او هذا ممتع. what things do you grow الاشياء اللي بتزرعوها. والحسنا we usually plant tomatoes عادة بنزرع الطماطم. peppers الفلفل. onions البصل. lettuce الخس. things people eat all the time اشياء الناس بياكلوها طول الوقت. sometimes احيانا we also plant fruit trees ايضا بنزرع اشجار الفاكهة. this year هذه السنة we have lemons عندنا ليمون. and dates وبلح. and you grow all this food in the middle of the city wow وانتوا بتزرعوا كل هذا الطعام في وسط المدينه واو. واو يعني رائع. بيج 20 صفحه 20 وتكمله المحادثه. yes it means people ده معناه الناس can grow their own fresh food ممكن يزرعوا طعامهم. and it's organic كمان طعامهم بيبقى عضوي. to ايضا which means وهذا يعني we only use natural fertilizer ان احنا فقط بنستخدم الاسمدة الطبيعية. we never use chemicals لا نستخدم الاسمدة الكيماوية ابدا او على الاطلاق. does your garden produce a lot of vegetables هل حديقتك بتنتج الكثير من الخضروات. yes it does from just one square meter of roof garden من متر واحد من الحديقة. we can harvest ممكن نجمع او نحصد 20 kilos of vegetables a year 20 كيلو من الخضروات في السنة. and that's not all ومش كده بس. roof gardens حدائق الأسطح also help أيضا بتساعد clean the air بتنظف كمان الهواء in the city اللي في المدينة which is good for people's health وده مفيد جدا لصحة الناس. they're also a great place هما أيضا مكان رائع to meet people عشان يقابلوا الناس في المكان ده and make friends ويكونوا صداقات. فهي فكرة طبعا عظيمة. it sounds great يبدو رائع مريم يا مريم. we need more community roof gardens محتاجين الكثير من حدائق الأسطح المجتمعية like هنا بمعنى مثل ذات مثل تلك in our city في مدينتنا. a community garden is a هتبقى big green space مساحة خضراء كبيرة. people who work in the community garden الناس اللي شغالة في الحديقة المجتمعية or هتبقى volunteers متطوعين. هنا جايب لي تدريب read and complete اقرأ واكمل. the text النص with the words بالكلمات in the books هنا friends يعني اصدقاء. plants نباتات. roof سطح. cell يبيع متر متر. نور asks مريم بتسأل نور مريم او بتطلب نور من مريم to go to her house tomorrow تيجي بيتها بكرة. but مريم بس مريم goes to help her aunt هتروح تساعد عمتها. on Fridays أيام الجمعة. they work in a community garden هم بيشتغلوا في الحديقة المجتمعية. on the نقط on the roof على سطح. of an apartment block عمارة سكنية. they grow vegetables بيزرعوا خضروات. and the fruit وفاكهة for people للناس in the local area في المنطقة المحلية.
and sometimes واحيانا زي نقط زم واحيانا كمان زي سيلزم بيبيعوها. تو ايضا مريم ثينكس تعتقد مريم ذا كوميونيتي جاردن الحديقه المجتمعيه از ا جود ايديا فكره جيده بيكوز ذا نقط also help because the plants لأن النباتات أيضا بتساعد to clean the air في تنقية أو تنظيف الهواء in the city في المدينة and it is a good place هي مكان جيد to make new friends لتكوين صداقات جديدة make new friends تكوين صداقات جديدة page 21 صفحة 21 General exercises تدريبات عامة on lesson 1 على الدرس الأول. Listen and circle استمع وضع دائرة. The correct answer حول الإجابة الصحيحة. From A, B, C, O, D ده استمع هسمع وأبدأ أختار. Noor asks Maryam to go to her house tomorrow. But Maryam goes to help her aunt on Fridays. They work in a community garden on the roof. They work in a community garden on the roof. ده بالنسبة لنص الاستماع. السؤال الثاني قطع ناقصة كلمات. Grow يزرع أو ينمو. Street شارع. Volunteers متطوعون. Weekends عطلات نهاية الأسبوع. Eat يأكل. أحمد and أيمن are friends أصدقاء. On the نقط هتبقى on the weekends في عطلات نهاية الأسبوع. They visit أحمد the grandfather بيزوروا جد أحمد. They help to clean بيساعدوا في تنظيف the نقط هتبقى the street الشارع. And water the trees ويروا الأشجار in the neighborhood في المنطقة المجاورة. There are many هتبقى volunteers في الكثير من المتطوعين. Work with them اللي بيشتغلوا معاهم. They are very helpful مفيدين. They sometimes هم أحيانا grow بيزرعوا more new trees الكثير من الأشجار. السؤال الثالث choose اختار. My plants نباتاتي are all organic كلها عضوية. I never use لا أستخدم أبدا هتبقى chemicals. Chemicals المواد الكيميائية. After the vegetables grow بعد ما الخضروات تنمو farmers نقط them farmers harvest them بيحصدها أو بيجمع الفلاحون المحصول. She needs tomatoes بتحتاج طماطم onions وبصل and نقط وإيه to make salad عشان تعمل سلطة أكيد let's خص. They use a natural نقط to grow organic food هما بيستخدموا أسمدة طبيعية يبقى fertilizers. السؤال الرابع رتب. The community garden is a big green space. يبقى ده تعريف ال community garden الحديقة المجتمعية. Do you live هل تعيش in an apartment block في عمارة سكنية؟ Do you live in an apartment block هل بتعيش في عمارة سكنية؟ Page 22 صفحة 22 We produce a lot of vegetables in our garden. بننتج الكثير من الخضروات في حديقتنا. We produce a lot of vegetables in our garden. سؤال القطع. نقرأ القطع ونترجمها ونحلوا الأسئلة. I am Yara. اسمي Yara. I am 12 years old. عندي 12 سنة. On holidays. أيام الأجازات. I help my family. بساعد عيلتي. At our community garden. في حديقتنا المجتمعية. On the roof of our apartment block. على سطح
عماراتنا السكنية على سطح العمارة بتاعتنا. We have a big green space، عندنا مكان أخضر كبير. People in the neighborhood، الناس في المنطقة المجاورة volunteer، بيتطوعوا to help and grow vegetables، عشان يساعدوا يزرعوا خضروات with us، معانا to eat عشان ناكلوها. We usually grow، عادة بنزرع. هنا grow هيسألني في معناها، مثلا بنزرع tomatoes، طماطم، peppers، فلفل، onions، بصل، and lettuce، خس. Sometimes، أحيانا we also plant fruit trees، بنزرع أشجار الفاكهة like lemons، زي الليمون، and dates، والبلح. It's amazing، إنه مدهش. To grow your own food، تزرع طعامك. Choose، اختار. The underlined word grow has the same meaning as، كلمة grow لديها نفس المعنى، تبقى plant. The main idea of the text، الفكرة الرئيسية للنص، بتكلم عن ايه؟ عن الكوميونيتي جاردن، الحديقة المجتمعية. ليمونز، الليمون، اند نقط، ار ذا فروت تريز، هي اشجار الفاكهة، زي بلانت اللي بيزرعوها. يبقى الليمون لو رجعنا للقطع وبصينا فيها كده، هنلاقي ان هما بيزرعوا خضروات وفاكهة، والفاكهة بيزرعوا الليمون اند ديتس، والبلح. يبقى طبقا للقطع بختار. How do people help at the community garden؟ ازاي الناس بيساعدوا في الحديقة المجتمعية؟ هقول they grow vegetables to eat، بيزرعوا الخضروات عشان ياكلوها. When does Yara help her family؟ متى يارا بتساعد عائلتها؟ هقول on holidays، في الأجازات. السؤال الثالث، بنكت ويت، علامات ترقيم. Where do the fruit you eat، where do the fruit you eat come from، من أين الفاكهة اللي بتاكلها؟ هنا where بمعنى أين، يبقى ده سؤال. أول حاجة الحرف الأول capital، طب ده سؤال بادئ بقى استفهام، يبقى question mark، علامة استفهام. سؤال أخير، هنا جيب لي باراجراف من 50 كلمة على a community roof garden، حديقة الأسطح المجتمعية. هنا جايب لي natural fertilizer، أسمدة طبيعية، volunteers، متطوعون. هنكتب العلامات في نص السطر بين علامات تنصيص، نسيب مسافة أول سطر. نقرا مع بعض الباراجراف اللي محلول ورا، نفهم فكرته ونعمل زيه، ما ننقلهوش بالنص. بيج 258، صفحة 258. هنا العنوان حطيناه في نص السطر، A community roof garden. I am Reem، أنا Reem. I like to help my family at our community garden، بحب أساعد عائلتي في الحديقة المجتمعية. بتبدأ بقى تعرفها، It's a green space، هي مكان أخضر. On the roof of our apartment block، على سطح عماراتنا السكنية. We have volunteers، عندنا متطوعين. From the neighborhood، من المنطقة المجاورة. We plant vegetables، بنزرع خضروات. Like، مثل، peppers، الفلفل، onions، البصل، ليتس، الخس، and carrots، والجزر. We also plant fruit trees، أيضا بنزرع أشجار الفاكهة. We only use natural fertilizer، نستخدم سماد طبيعي فقط. To have fresh organic food، للحصول على طعام عضوي طازج. العنوان في نص السطر، أسيب مسافة أو سطر، حرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة فول ستوب. كده يبقى خلصنا الدرس الأول من يونت 1 سنة 6 ابتدائي. هننزل إن شاء الله صور الإجابات موجودة على صفحة القناة على الفيس، هتلاقوا رابطها في لمحة وفي صندوق الوصف. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، وما تنسوش تعملوا متابعة للقناة، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.